ايه يا حسن؟ هو انت من امتى بتشرب سجاير؟ معلش ادعي له يا حسن، ادعي له ربنا يرحمه ويرحمنا يا رب ويصبرنا. كان بيحبك يا ورد. هو كمان بالنسبه لي كان اكتر من ابويا، كنت لما بعتك حضن كنت بلاقيه، وكان دايما كل يوم يسأل في حد زعلك يا بنت ورد. كان بجد ظهر ليا اول مره احس يعني ايه ماليش اب بعد ما مات الله يرحمه. عارف كمان لما كنت ببقى قاعده في اوضتي كنت ما بقاش خايفه، كنت عارفه ان هو موجود. لكن دلوقتي انت بعد كده هتيجي تباتي مع ناديه من هنا ورايح في شبيت لوحدك هناك. حاضر، كمان عشان ابقى جنب ماما امينه. هي عامله ايه دلوقتي؟ زي ما هي، ما بتتكلمش خالص، وكمان بتاخد الاكل بالعافيه عشان خاطر الدواء. يا عبد المعطي يا ابني، يا عبد المعطي يا عبد المعطي، قوم روح يا ابني. مساء الخير يا عم محمد يا بركه. يا ابني هو انا كل ما امشيك ترجع لي تاني؟ اتكل على الله. هو انا كل اللي يشوفني يقول لي اتكل على الله؟ هو انا ريحتي زرت بعز؟ طب اعمل ايه يعني دلوقتي؟ انا غريب عن البلد دي، وقريبي قاعد فوق ونكر نفسه عني. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بقول لك يا عم محمد، ما تدخلني وانا اقول ان انت ما شفتنيش. يا ابني ما لو دخلتك منصور بيه يعرف اللي انا اللي فتحت لك. اتكل على الله، يلا اتكل على الله. اتكل على الله ما تقطعش عيش. افتح بقى يا محسن، مش كل مره تكسفيني تسيبيني واقف على الباب كده ساعتين. طب على فكره بقى انا عارف انت صاحي وسامعاني كمان. وعارف ان انت عايز تقعدي لوحدك وتعيطي. من ساعة اللي حصل كل واحد قاعد لوحده. افتحي بقى وجمعينا كلنا كده حواليكي تاني يا محسن. طب بقول لك ايه؟ افتحي لي ونعيط سوا. مع ان عمري ما بعيط قدام حد، بس يلا مش خسارة فيكي. عيط قدامك. افتحي بقى يا محسن، ما تحسيني ان انا مكسور من غيرك كده. افتحي. عاش اللي يكسرها كده نايا. اللي بتقول كده يا حسن؟ ده انت اللي باقي لي بعد المرحوم ابوك. حسك في الدنيا ده نايا. امال كل يوم بقى بتسيبيني اقف ساعتين قدام الباب ليه؟ مش عايزه تفتحي لي. عشان كان في كلمتين سر بيني وبين ابوك، كنت عايزه اقولهم له وكان لازم يسمعهم. قلتهم له؟ كنت بعاتبه عشان انا كنت محلفاه ان انا اللي عايزه اسبقه عشان احضر له قعدته في الجنه، ويجي هو يلاقيني في حلاوه بنت العشرين زي أول مرة شافني فيها زمان. بس هو خلف وعده يا حسن. قولي بقى من الحكاية كده، أنت غيرانة من حور الجنة أمينة صح؟ وحاسة إن هو دلوقتي فوق مدلع نفسه وهيس على الآخر مش كده؟ الشيخ قال لي إن مراته في الدنيا هي ست الحور كلهم. امال انت بقى متضايقه ليه؟ خايفه من ايه يعني؟
أبوك يا حسن. بقولك على حاجة يا أمينة، مش أنت طول الوقت زمان كنت بتقولي إن أنا شبه أبويا بالظبط؟ نفس بصيته، نفس ضحكته، نفس بصيته وهو زعلان، صح؟ لما تحبي شوفيه يا ستي ويوحشك بصيلي. شوفي كده وبيقولك كفاية يا أمينة، ما تعمليش في نفسك كده. خدي عليك في حضنك واللمي حواليك زي زمان. هو كويس وفي مكان دلوقتي أحسن مننا كلنا ومبسوط. يا رب يا رب يديم عليها الراحة والجنة ونعيمها يا رب. ادعي له أم حسن وادعي لنا احنا كمان، وخدينا في حضنك كده ولمينا تاني. ربنا يخليك لينا. ادعي لكم يا ابني، ادعي لكم يا بابا. ايوه يا ريس، لا تأمرني. النواقص بعتها مع بيومي. ماشي يا ريس، الله يبارك لنا في سعادتك، مع ألف سلامة. شغلانة وما بتخلصش يا أبو علي. زعلان بزيادة يعني النهاردة؟ وما تقوليش أبوك في حاجة. تعرف يا خالد، وأنا بدفن أبويا افتكرت كل حاجة وحشة حصلت لي في حياتي. افتكرت الراجل اللي رماني برا المينا، افتكرت حادثة القطر والعيال اللي راحت وبنت عطية. احنا طلعنا ولا حاجة، رخاص قوي عشان ضعاف كل حاجة بتدوس علينا وبتهرسنا. بس النهاردة محدش هيدوس علينا تاني خلاص. اللي ورا كلامك يا أبو علي، ناوي على إيه؟ مش ناوي على حاجة، ما تشغلش دماغك. أنا كل حامل هم أمي. أمي من ساعة اللي حصل ده بقى تعبانة، مش مظبوطة. ولا يهمك، سيبوها تحسن لها يومين كده وبعد كده هتفوق، ما حدش له دعوه بيها. مش دي القضيه، الفكره ان انا نازل مصر وعندي شغل، مفيش حد يرعاها ويخاف عليها غيرك. انت الوحيد تقدر تكلمها وطيب خاطرها كلمتين. لا ما تقلقش، ان شاء الله ان شاء الله انا هشوف الظروف. الظروف؟ الظروف ايه اللي تشوفها؟ براخ. انا بقول لك اختك تعبانه تقول لي اشوف الظروف؟ اختك لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. انت ايه؟ واحنا بنشحتك؟ في ايه يا حسن؟ وايه اللي في ايه؟ ما تفوق. افوق؟ ايوه تفوق. انت مش واخد بالك الناس بتقول ايه؟ حته القطر والسواقين والسرسجيه اللي خيرك مغرقه. ما حدش وراه سيره غير عليك انت والمره اللي انت قاعد مستنيها. المره اللي انت بتتكلم عنها دي تبقى مراتي. كانت مراتك. دي مشيت وسابتك من 25 سنة وهربت مع سواق قطر. بس انت مش راجعة تاني. هتفضل قاعد مستنيها وحابس نفسك جوه الأوضة خايف تتحرك يمين ولا شمال لحسن تيجي ما تلاقكش. هو أنت فاكر إنها إن هي حبتك بجد؟ هو أنت تعرف إنها حاجة؟ أنت عارف هي عايشة ولا ميتة أصلاً؟ فوق فوق يا خيال، فوق بقى وعيش معانا شوية يا أخي. خلاص الكلمتين اللي كنت حايشهم في صدرك من سنين يا حسن. الست اللي كانت مراتي دي يا حسن هي اكتر واحده انا حبيتها في عمري، كان هي الحاجه الوحيده اللي حبيتها. اللي بيحب حسن ما يعرفش يكرم ولا يشيل في قلبه، اللي بيحب بيسامح، مش بيسامح اللي خان السلام، بيسامح الدنيا كلها، بيسامح كل الناس اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش. بس انت صح، انت صح يا حسن، انا فعلا خايف اخرج من هنا لحسن ترجع وما اشوفهاش. انت اصلك ما تعرفش نجاح، نجاح طول عمرها بتخاف من العربيات والاسفلت، فلما ترجع مش هترجع غير من هنا.
عشت 25 سنة. استنى اشوفها. هتفتكر ان خالك عبيد يا حسن. عارف. عارف يعني ايه ست تهرب من راجلها؟ تروح مع راجل تاني. تشوف الموت ولا تشوفوش. بس ده احساسها هي. معاك على خير.